تم افتتاح سوق الجملة الجديد لبيع السمك بتمسنا، وذلك في سياق إرساء شبكة مكونة من 10 أسواق بالجملة بربوع المملكة. وسيساهم السوق الجديد بصفة مستدامة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة ودعم الأنشطة المرتبطة بالمنتجات البحرية. تم اليوم 10 أبريل 2018 افتتاح هذا السوق من أجل تسويق المنتجات البحرية في ظروف الجودة، في ظروف عالية من الجودة. وهذا السوق شيد بشراكة مع جماعة الرباط وكذلك جماعة يحيى زعير، وشيد على مساحة تبلغ 2 هكتار. هذه الشبكة تشمل حاليا كل من الدار البيضاء ووجدة ومراكش وبني ملال ومكناس وتازة، على أن يتم تعزيزها بالمشروع في استغلال سوق الجملة بإنزكان وإنهاء أشغال بناء أسواق الجملة بكل من تطوان وطنجة. هذا المشروع غيجيب واحد القيمة مضافة للجهة بصفة عامة، بحيث غيوفر واحد المنتوج ذو جودة عالية. وكيف تلاحظوا بأن منذ الساعات الأولى من هذا اليوم فرق المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتواجد بشكل مكتف، والهدف ديالها هو السهر على توفير منتوج ديال الأسماك ذو جودة عالية لصالح المستهلك. السوق يستجيب للمعايير الدولية للجودة، بحيث يتوفر على فضاء للتسويق تفوق مساحته 2700 متر مربع، كما يتوفر على عدد من التجهيزات وكذلك مختلف المرافق التقنية والاجتماعية.